وبعد الفاصل رجعت لحضراتكم بخبر إيجابي. أنا انبسطت لما شفته الحقيقة. الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك قالت إن إجمالي الإنتاج الكلي لمصر من الأسماك ارتفع إلى 1,706,000 طن، ده لأول مرة بعد الافتتاحات الأخيرة للمشروعات طبعا السمكية. وقالت إن التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي للمياه المالحة سواء الملحة أو العذبة ده طبعا هيساهم في تلبية احتياجاتنا المحلية من اللحوم البيضة، وهيحد طبعا أيضا من موجة الارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، يعني هنحارب ارتفاع سعر اللحمة. هنعرف تفاصيل أكتر من الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة. مساء الخير يا دكتور حامد. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أسباب هذا الارتفاع في الإنتاج؟ يا فندم بس معلش أنا في الطريق ما سمعتش السؤال. أسباب ارتفاع الإنتاج للأسماك في مصر؟ أسباب ارتفاع الأسماك ما فيش شك طبعا انه المشاريع التي تم افتتاحها في الاونه الاخيره وبصفه خاصه طبعا مزرعه غليون او المنطقه السمكيه او المدينه السمكيه بغليون، بالاضافه للمزارع السمكيه التي تم افتتاحها السيد الرئيس بالامس بالاسماعيليه، ما فيش شك ليها دور كبير في توفير الاسماك في السوق المصري. بالاضافه اللي احنا بنعمله في وزاره الزراعه الحقيقه منذ فتره اللي هو الخاص بإزالة التعديات الموجودة على البحيرات علشان توصل لأقصى طاقة إنتاجية ليها. احنا طبعا هنستفيد من ده ازاي حضرتك؟ هيعود علينا ازاي؟ الفايدة هتكون هيعود ايه؟ يا فندم ان طبعا هيزيد الإنتاج، لأن احنا كان إنتاجنا حوالي 1,600,000 طن، احنا دلوقتي وصلنا الحمد لله لحوالي 1,700,000 طن. طبعا لما نوصل للطاقة الانتاجية الكبيرة للمزارع التي تم افتتاحها مؤخرا بالاضافة للبحيرات، ده ان شاء الله هيقلل من الفجوة الاستيرادية، لان احنا احتياجنا الحقيقة حوالي 1,900,000. يعني احنا كده خلاص قدرنا نقلل الفجوة ولا احنا لسه محتاجين مزارع سمكية اخرى يتم افتتاحها؟ احنا طبعا قللنا يعني قللنا الفجوة بصورة كبيرة، لان احنا استهلكنا حوالي 1,900,000 طن. يعني احنا بنتكلم في فجوه في حدود 200,000 طن، وديت سهل جدا ان شاء الله. لكن يعني ما نقدرش نصدر دلوقتي، ما نقدرش. لا هو يعني احنا بنصدر يا فندم بعض. هلنا ما نقدرش؟ نعم، هل نستطيع ان احنا نصدر دلوقتي الاسماك في؟ احنا دلوقتي فعلا بنصدر بعض انواع الاسماك البحريه اللي هي مرتفعه السمك، لكن ان شاء الله في المستقبل هيكون عندنا اكتفاء ذاتي من كل الانواع، وايضا يزيد التصدير باذن الله. الو الو. ايوه مع حضرتك. طب يا فندم حضرتك اديني كده وقت تقريبي ان احنا امتى هنتوقف عن الاستيراد؟ يعني هو يعني اعتقد انه في خلال السنوات القليله القادمه ان شاء الله ما نستوردش. وعموما احنا بنستورد الاسماك اللي هي اسماك العائله البريه اللي هي رخيصه الثمن يعني، وفي نفس الوقت احنا بنصدر الاسماك مرتفعه الثمن اللي هي الاسماك البحريه. يعني حضرتك شايف ان ده هيبقى له تاثير كويس في محاربه ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء؟ لما تتوفر الاسماك في السوق المصري وبسعر مناسب فاكيد المواطنين هيلجأوا الى الاسماك، وهي طبعا ما فيش شك ان تناولها بيكون اكثر فائده حتى من اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، وبالتالي ده يؤدي الى خفض اسعار اللحوم في السوق. بشكر حضرتك الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، ومعايا سيادة النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بلجنة النواب. مساء الخير. مساء الخير سيادة النائب. مساء الخير يا فندم. اهلا اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. ليه احنا مش قادرين نحس لسه بانخفاض الاسعار في الاسواق رغم ارتفاع انتاج الاسماك زي ما حضرتك شايف؟ يعني احنا بنقول هي منظومه متكامله، دواجن مع لحوم مع اسماك، كل الاسباب دي
هي اسباب ارتفاع سعر الاعلاف. انا لما بخفض سعر اللحمه فبالتالي المواطن بيرجع للحوم بدل ما كل المواطنين بييجوا على الاسماك عشان هي ارخص وهي غذاء شعبي، فكل المواطنين بيذهبوا الى الاسماك لارتفاع سعر اللحوم. فالنهارده انا حاليا عشان ان انا اقدر ان انا اوفر ويكون عندي اكتفاء ذاتي لازم عندي عده اسباب. اولا هي اول حاجه ان انا اقنن وضع مزارعي الاسماك الخاصه. النهارده انا عندي مزارع اسماك خاصه بيتم ازالتها بسبب ان هي بيقول ان هي مش مقننه، وان هذه المزارع الاسماك الكميه الكبيره لان احنا 70% من الانتاج بتاعنا هو اسماك مزارع خاصه. المزارع الخاصه دي في اراضي نسبه الملوحه فيها مرتفعه زي جنوب بورسعيد او سهل الحسينيه او سهل الطينه في اسماعيليه. النهارده المواطن مرتبط اللي هو زرع اسماك وخايف وكل يوم هنزيل بكره لا هنزيل بعده، فالمواطنين ممكن يعملوا دروب ما يزرعش السمك السنه دي. ده رقم واحد. رقم اثنين هو انا شايف وزاره الزراعه واخده خطوه جاده في البحيرات ومنها بحيرة المنزله اللي بالفعل تم تطهير البغازات فيها، ودي اللي هتجيب الزريعه وهتجيب الاسماك داخل البحيره اللي ما كانتش بتدخل البحيره. شايف المشروع الثاني اللي بيقوم بيه بتاع السيسي وهو تحويل مياه بحر البقر الى سيناء وعمل المعالجه الثلاثيه عليها اللي هو بينزل المياه بحر البقر في بحيره المنزله فبيضر الاسماك. شايف الرقم ثلاثه ان طبعا ولاول مره وزاره الزراعه تاخد خطوه جاده في بحيره ناصر وهي وقف صيد الاسماك لمده 3 شهور، وده الصيد اللي بيبقى فيه ذريعه صغيره فكان الصيادين بياخدوا الذريعه اثناء، فالوقف ادت فرصه لي ان انا بالنسبه للاسماك ان انا الاسماك ينمو ويكبر وان انا ما اخدش الذريعه دي اثناء الصيد. فالمحاور دي كلها تتضمن وقوف كل الجهات المعنيه من بيئه وري وزراعه في ان انا ما اصرفش في البحيرات زي بحيره قارون والمشكله اللي حاصله فيها في ان هم بيصرفوا ميه الصرف الصحي بدون معالجه ثلاثيه. طب والاتجاه استاذ رائف، هل حضرتك يعني من خلال مجلس النواب ناويين تعملوا جولات للسيطره على الاسعار في الاسواق؟ ان شاء الله احنا رايحين زياره ميدانيه يوم 27 اللي هو الاربعاء القادم الى بحيره قارون للوقوف على مدى مشاكل الصيادين، وهم اللي هم وهيكون معنا نائبه وزير الزراعه للثروه السمكيه دكتوره منى محرز للوقوف على مدى مشاكل الصيادين في هذه البحيره والمشكله اللي تمت والحشره القشريه اللي بتقضي على الاسماك هناك، لان احنا هو المواطن البسيط هو عاوز كيلو سمك ابو 10 جنيه و15 جنيه و20 جنيه صاحب عيله، وان هو برضه لابد من توفيره هو الاسماك الشعبيه اللي هو البلطي والبوري يكون موجودين في الاسواق. طبعا لجنه الزراعه والري عامله خطه مع وزاره الزراعه وعامله خطه مع وزاره التموين لحل هذه المشكله من جهه الزراعه منتجه، والتموين هي التي تشتري وهي التي تطرح في الاسواق وفي المحلات اللي هي سلسله المحلات اللي عاملينها في المراكز، وهيقوم بها السيد وزير التموين مع التنسيق مع وزاره الزراعه. وانا شايف ان لازم التنسيق ولازم تعملوا جولات للسيطره على الاسعار في الاسواق. بشكر حضرتك سياده النائب رائف تمراز وكيل لجنه الزراعه بلجنه النواب مجلس النواب.